الله عز وجل سبحانه وتعالى خصص اليتيم بآيات كثيرة في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك خص اليتيم بأحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق بين السبابة والأصبع الوسطى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة شكى قساوة قلبي، قال: امسح على رأس اليتيم يلين قلبك. لذلك كلمة إلى كل أستاذ، كل معلم عنده يتيم في القسم ولا يتيم مع التلاميذ. الله عز وجل أراد بك الخير، خصص اليتيم بمعاملة خاصة. إياك أن تظلمه بالمعاملة، إياك أن تسيء إليه، إياك أن تتلفظ معه بألفاظ لا تليق. جميع التلاميذ إذا رجع إلى البيت وجد أباه أو أمه في انتظاره، بينما اليتيم ليس هناك من ينتظره إلى عاد إلى البيت. لذلك كن أنت أباه الذي فقده، وكن أنت أمه التي فقدها ابتغاء الأجر. بارك الله فيكم. خصصوا اليتيم بمعاملة خاصة.